السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحكم في الطاقة الكهربائية، إن الكهرباء يا جماعة لإما ممكن تحدث حرائق أو إن هي ممكن تصعق الأفراد فتؤدي إلى وفاة. بالتالي في نوعين مهمين جدا من الديتكتورز أو الديفايسز، حاجة اسمها الجي اف سي اي والاي اف سي اي. اول حاجه ان الفرق ما بين الاثنين ان واحد متعلق، الاي اف سي اي متعلق بالفاير هازرز او الفاير ريسك، بمخاطره الحريق، يعني واحد بيحمي من الحريق، وان الجي اف سي اي بيحمي من الصعق الكهربائي.